ابني احمد موجود عند الكبار. الحمد لله رب العالمين. طمنونا اولادنا. تاريخ 7 اكتوبر بعد ما بلشت الحرب انفقد التواصل والاتصال بيننا وبين اولادنا المعتقلين بشكل عام. انا ابني مش لحاله، ابني فيه معاه كمان فئة كبيرة من المعتقلين القصر، انفقد التواصل بيننا وبينهم. احنا كنا بشكل عام الاولاد بيحكوا معنا كل يوم على التلفون من الادارة كل يوم لمدة 10 دقائق، بيطمنونا عن وضعهم، بنطمئن عنهم، بنعرف انهم هم الحمد لله، بنبعث لهم الكانتين بياكلوا بيشربوا اخذوا اوعيهم. هلا احنا انقطع كل التواصل، منعوا عنهم من الاتصال، منعوا الزياره، حتى المحاكم منعوهم يطلعوا المحاكم. انا ابني كان عنده محكمه ب 29/10 ما طلعهاش، بلغونا غيابي انها تاجلت ل 9/11، وكمان ب 9/11 بلغونا اجلوها غيابي، وهلا عنده محكمه ب 22/11، يعني كمان يومين بعد بكره. بنعرف شو بصير، نطلع نحضر المحكمه او اجلوها غيابي. المشكله الكبيره والاكبر من هيك انه احنا بعد ما انفقد التواصل بيننا وبين اولادنا بنتفاجئ عن طريق ناس بخرجوا من السجون، سجن رمون الصحراوي في النقب، ببلغنا انه ابني احمد موجود عند الكبار. الحمد لله رب العالمين. هلا ابني عمره 14 سنة موجود بالسجن عند الأسرى الكبار، المؤبدات، الأسرى يعني اللي لهم سنين. ابني طفل كل قضيته يعني مش مستاهلة انه ينتقل لسجن من عند الأشبال سنه ليطلع لسن كبير. هلا هاي الشغلة مش انا مش بس ابني، انا بطلع انه كل الاسرى الاشبال حوالي 250 طفل، هدول ما حدش من اهليهم بيعرف شو مصيره. انا يمكن عرفت انه ابني، قالوا لي انه بخير، مش خايف على ابني. انا ابني سنه سنتين ثلاثه بدهم يحكموا بروح، بس في اطفال محكومين مؤبدات، في كتير ناس. انا موكل امر الله، وهذه قصه ابني وقصه جميع الاسرى، وبتمنى ان الكل مؤسسات الصليب الاحمر، احنا ما عندناش معلومات من اي مؤسسه رسميه، لا صليب احمر ولا هيئه شؤون الاسره ولا اي شيء. انا امبارح بعد ما وصلني خبر عن ابني انه بسجن رمون تواصلت مع مؤسسه لحقوق الانسان في المنطقه عندنا بالقدس، هم يمكن يعطوني خبر وين ابني. انا ابني لهلا بعرف وين هو، وبتمنى من الصليب الاحمر، من اي مؤسسه، من محامين، من النقابيين، من اي حدا، طمنونا على اولادنا.